انت ما سالتني، هو سالني هسه. انا قاعد اسال منه اللي هو هسه ما قال لي لحتى اللي كانوا بال14 يدورون اقليم، اللي هسه رجعوا وقاموا المسؤولين انه بالاطار يستقبلوهم ويقدروهم وقعدوهم مضايق. حتى بال14 كانوا يسحون قادمون يا بغداد، هسه موجودين. اي هم هذول اللي اقصدهم. فالشيخ خميس من اجى ما صح قادمون يا بغداد. شيخ خميس ولا بين بالمظاهرات، طلع على القناة العربية يمكن تصريح، بالجزيرة تصريح، لكن اللي ببلدك وبميك وبدجلتك وبفراتك وبحمايتك ويشيل عليك السيف، هذا ما يصير تقعد بالعراق. ما كانوا ياخذون فلوس من خميس الخنجر، ها؟ ذولا ما كانوا ياخذون. والله لا تخليني اطلع. ما كانوا ياخذون فلوس من خميس الخنجر، هو هذا بالسيف ما كان ياخذ فلوس من خميس الخنجر. ما انا ما عندي معلومه اقدر اكد لك اياها، وتدري عندي الشجاعه احكيها طق بطق، قول له عندي معلومه.